لا ساعدون، انت تاه في سبيتار باب ساعدون، ما زلت ما أنا شفتش ولدك. صيفته. لا لاباس العم. صحته؟ لاباس ولدك، لقيته؟ لا لاباس لاباس. مبروك يا سيدي، مبروك، الحمد لله على بارك فيك، سلامته. عايش عايش عايش. هو اليوم الصباح اتصلوا بيك قالوا لك لقاوه صباح بكري، كيفاش ايش؟ معناها لا قدام جابوا، سبيتار؟ شفت جاب الامن، اليوم الصباح هو لقاوه اليوم الصباح بكري، جابوه حد ما نعرفش اشكاليه، المراه سرقت ولا كيفاش؟ ما عندوش برشا مالي تولد، ظهر لي محمد علي. انتوما نعود الخميس 12 ديسمبر نهار 8 نتاع الصباح هزيتوه للسبيتار باش تردون هذا يتعالج؟ الاثنين، انا ماني الساعه ونص. هاي هزينا للسبيتار باش نعالجوا، تساعدوني يا اخي هزوا. هما زوز نساء خطفوه؟ يقولوا زوز نساء مدخنا في التحقيق، ما تو الحكايه مازالت، مازالت تو مع التحقيق، مازلنا ما نعرفوش شيء. اي ما اللي ما تشدوش، شنو تحب تقول لهم اللي خطفوه هذوما لتو ما تشدوا؟ الله يسامحهم، قالوا لي اخو مجراه وكما سرقوا، ما يسرقوا واحد داخل ماذا بينا، الحاجه هذه اللي معناها الحاكم يكون ثم خير، معناها قاعد هذا لازم ياخذوا عليه جمله واحده. وين يا ام محمد علي؟ ما سمعنيش صوتها، ماهيش موجوده معاك. والله تو بحث الفيلم ليا، والواحد عشان احنا ميات هذا والحس وجود ما بحث، تو حاليا واقفين بحث صغير يعني. محمد علي تو باش تخلوه في سبيتار باب سعدون ولا باش تزور بلاصه اخرى؟ كيفاش والله مازال عندكم ثقه في السبيتار؟ الامن حتى في الباب تو، ولا الامن ما عادش التجيكات، الامن تو في الباب حاليا ومازالوا باش يحقوا؟ مازال التحقيق مازال، حتى اي المسان قال ما تمسوش، مازال البسمات والواحد مازال تحقيق وعد عليه ثبته. انت عندك زوز بنات وهذا ولدك الثالث ما شاء الله. زوج بنات صغار والوليد هذا يشارك.